يجبر الخاطر ويقول الله يدفع حاجات. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في سورة سبأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. دكتور عماد عوض، رئيس مجلس إدارة جمعية البر والطاقة المصرية، أهلا بحضرتك. وهنا يبسط الرزق ويقدر الرزق. بص، الناس لازم تبقى فاهمة كويسة جدا إن إحنا عباد لربنا، وهو أنزلنا إلى الأرض أو خلقنا في الأرض أو أوجدنا في الأرض عشان ينفذ قدره فينا. لا في حد محترف قوي يقدر يلم فلوس ويغني نفسه، ولا في حد محترف قوي يقدر يفقر نفسه. كله بإيد ربنا عز وجل. الفقر والغنى ده بإيد ربنا عز وجل، وفي الآخر يقول لنا فيهم إن هما بلاء. الاتنين ابتلاء، الغنى والفقر الاتنين ابتلاء. ونبلوكم بالخير بالشر والخير فتنة، الاتنين عشان تفتنوا في الدنيا، واللي يصبر بقى. فربنا عز وجل بيقول لنا بيبسط الرزق لمن يشاء من عباده. في ناس هو بعلمه الأزلي عارف ان الناس دي لو بقوا فقراء يضلوا ويكفرهم، وشايف ان هم يبقوا اغنياء هيفيدوا الناس اللي حواليهم، او اختارهم للابتلاء. نشوفهم بقى هتعملوا ايه بالفلوس اللي هديها لكم، هتحمدوا ربنا على الغنى اللي انا منحتها لكم ولا مش هتحمدوا ربنا عليها. والحمد هنا عطاء مش حمد وخلاص، لان انت عشان تحمد ربنا على نعمة بتديها له من نفس جنسها. فهو عطيك مال، خرج بقى من المال، مش زكاة ولا صدقة بس، لا ده كتير. عارف ان مش بتاعه وان هو مؤتمن عليه، وهو ادهوله عشان يديه لعباده. فبيخرج لعباده بيتمنى لهم كل خير ويقدر له. في ناس بقى شايف ربنا عز وجل بعلمه الازلي ان هو لو صار غني هيفسد والمال هيضله، او الستر كمان او الوسطية هتضله، فده حله يبقى فقير. رحمة من ربنا عز وجل. واداله مكافأة، خلى الغني يعطف عليه بالامر وفرض، وخلى الغني يساعده عشان بكده هو بيساعد نفسه، الغني بيساعد نفسه، وخلى اللي يساعد الفقير اللي ربنا قدر له ده رزقه بقدر قليل، قدر يعني تقليل الرزق، ان كأن اللي هيساعده ساعد ربنا. وقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه وله اضعافا كثيره. واللي هيأثر في حقه ربنا هيزعل منه. وجعل احب الناس الى الله عز وجل اللي هيفيد الفقير ده، احب الناس مش اكثرهم صلاه ولا صوم ولا كده، انما اللي هيساعد الفقراء ده اللي انا خليت رزقهم بسيط مش كتير. تمام؟ فيا ترى احنا مع مين؟ انت حابب تبقى ايه؟ الغنى عرض على النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون ملكا غنيا فرفض، وقال انما نبيا فقيرا. وكان دايما يقول اللهم حببني في المساكين والفقراء. شفتوا؟ لانه عارف اول ناس بتدخل الجنه بغير حساب ولا سابقه عذاب. من بلاء الاغنياء اللي لازم يخرجوا كتير وبسرعه، ان انت هتيجي يوم القيامه هتتحاسب عن كل جنيه، عن كل قرش جبته منين؟ من اين اكتسبته؟ وفيما انفقته. انما الفقير ما عندوش، فيبقى سريع سريع. عشان كده سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها سمعت رجة في المدينة فقالت ما هذا؟ أزلزال حدث؟ فقالوا لا، قافلة عبد الرحمن بن عوف تدخل المدينة. فقالت رحم الله عبد الرحمن بن عوف، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل الجنة بعد فقراء المسلمين بخمسمائة عام. فوصله الخبر فجاء يبكي يا أم المؤمنين أحقا قال ذلك رسول الله فيا؟ قالت نعم. قال أشهدك يا أم المؤمنين أن كل مالي لله. تخيلي، خرج كل فلوسه لله، ما أنا هقف 500 سنة بعد فقراء المسلمين هتحاسب. فطبعا المسألة مش سهلة يا جماعة. في الآخر الفقير هيتحاسب والغني هيتحاسب. الفقير على حمده وصبره وشكره، والغني على عطاء وجوده وكرمه، أو فقره، أو آسف بخله.
تمام؟ فيطرح احنا عايزين ايه؟ انت ربنا سترك، اعطف على الفقير بدل ما يحصل تبديل. ما هو تلك الايام نداولها بين الناس. النهارده انت غني او مستور، بكره انت مش مستور ولا انت غني. عايز تثبت الكلام ده؟ اعطف على الفقراء والمساكين. كلنا نعرف قصه الراجل اللي راح لسيدنا موسى عليه السلام وقال يا موسى انا رجل فقير، ادعو الله ان يغنيني 4 ايام. فقال له اشمعنى 4 ايام؟ قال له بس شوفي الغني الاغنياء عايشين ازاي بس، وبعد كده يفقرني تاني، انا موافق. فدعا ربه فربنا اداله من واسعه. معايا؟ بعد مرت 4 اشهر وسيدنا موسى ما شافش الراجل ده تاني، وهو يمر في الطرقات فوجد رجلا بنى حجرة كبيرة في مفترق 4 طرق. فذهب، ما هذا المجنون؟ الراجل ده باني الأوضة دي هنا ليه؟ ووجد أن الحجرة على كل مفترق طريق باب، ومملوءة بالذهب والفضة والمال. فذهب فوجد الرجل، قال له أنت الذي طلبت أن يغنيك الله 4 أيام، ألا زلت غنيا؟ قال نعم والله يا نبي الله. فتعجب فدعا ربه، يا رب دعاك أن يكون غنيا 4 أيام ولا زال الآن هو غني بعد 4 أشهر. قال يا موسى، ربنا اللي بيقول لسيدنا موسى، يا موسى طلب مني أن أغنيه 4 أيام، فلما أغنيته فتح لعبادي 4 منافذ للخير والرزق، أفلا أكون أجود منه؟ شوفها يا جماعة عمرو ربنا بالحكمة دي. صحيح. طيب خلينا نروح نشوف تقرير ونرجع نكمل حلقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته. الله جل وعلا يدعونا إلى الإنفاق ويدعونا إلى إدخال الفرحة والبهجة والسعادة والحبور والسرور على قلوب الناس. سئل أحد الحكماء من أسعد الناس؟ فقال أسعد الناس من أسعد الناس. عشان كده إحنا موجودين النهاردة وبدعوة كريمة من جمعية البر والتقوى في قرية أم عزام لاستكمال إنشاء هذه المحطة، محطة تحلية المياه. محطة التحلية اللي احنا امامها الان في قرية ام عزام رقم 12 من ضمن المحطات التي انشأتها جمعية البر والتقوى. زي ما احنا شايفين اسماء الناس الطيبين اللي تبرعوا بصدقات لاستكمال هذا المشروع موجودة على هذه المحطة، محطة تحلية المياه بقرية ام عزام التابعة لمركز القصاصين التابع لمحافظة الإسماعيلية. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. وربنا يعيننا جميعا على فعل الخير ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. المحطات وصلت لقد ايه بقى؟ على وفي اي اماكن؟ هو احنا الحمد لله تخطينا ال 51 محطه. احنا هنفتتح ان شاء الله في خلال 10 ايام اللي جايين 5 محطات في شمال سيناء.
الحمد لله. ده بالنسبة لشمال سيناء، احنا عندنا ثلاثة تانيين موجودين هناك. عندنا بقى في الإسماعيلية، عندنا في الإسماعيلية الواحدة يجي حوالي 12 محطة. ولسه محتاجة كتير. عندنا في ال وفي ناس بتقول لك هي الإسماعيلية عايزة مية. هي مش الإسماعيلية، الإسماعيلية. قصاصين، أبو صوير، تل الكبير، الأماكن اللي هي بعيدة تماما عن لا مدينة الإسماعيلية حاجة تانية. بس احنا بنتكلم مش معنى إن أقول شمال سيناء، ما هي العريش فيها مية، بير العبد فيها مية، بس احنا بنتكلم على القرى اللي هي الظهير الصحراوي مفيش فيه مية. شغالين في الأقصر، شغالين في البحيرة، شغالين في بني سويف، شغالين في أكتر من مكان يعني الحمد لله بالنسبة للمحطات. فعشان كده بقول لكل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي، خسر او خسرت من لم تشترك معنا او يشترك في محطات المياه. محطات المياه دي فعلا يا جماعه من خلال مرورنا على مستوى الجمهوريه من افضل الصدقات اللي الجمعيه قامت بيها. وده تصديق لكلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن افضل الصدقات قال سقي الماء. المحطه ده مية متخصصة أو يعني مخصوصة للشرب فقط. فمية نموذجية تعتبر محطة مياه شرب مصغرة في أماكن في أشد الاحتياج. يعني احنا مثلا في شمال سيناء على أساس الياد، أنا دايما بمر عليها على أساس الافتتاحات بتاعتي، المحطة مثلا خاصة بقرية ومعاها قريتين جنبها مفيش مية خالص. عشان نبقى متفقين يعني خالص. المياه لو وجدت بتاعت الابار الارتوازيه، والابار الارتوازيه دي بتبقى مش مصالحه للشرب، لازم يركب محطات تحليه على ارقى مستوى. فاحنا بندور على المكان اللي الحسنه فيه تساوي مليون لمليون، او والله يضاعف لمن يشاء. فدي من اعظم الصدقات الجاريه اللي ممكن نتقرب بها لربنا، صدقه على روح والدنا او والدتنا او هم عايشين على قيد الحياه، ربنا يطول في اعمار الاباء والامهات، او ان احنا بقدر نساعد ناس. احنا ممكن نشوف قدامنا مشاهد لبعض الناس اللي عايشين في بيوت غير يعني احنا بنقول ايه، غير آدمية، او نقول يعني ما حدش يقدر يعدي من قدام البيوت دي، مش يعيش فيها عمره كله بدون سقف، مطر، حر، شمس، عقارب، تعابين، فيران، شيء ما نقدرش نروح بدماغنا كده ونتخيل ان في ناس ممكن تبقى عايشه في الوضع ده، لكن للاسف في فعلا ناس بتبقى عايشه في الوضع ده، وبالتالي اي تحسين لظروفهم بالتاكيد فيها ثواب عظيم يعني، وبنغير ناس من حال الى حال اخر. ف يعني حضرتك قول لي، بصوا سيده تبقى مثلا عجوزه او ام وعندها اطفال صغيرين في كل الحالات، او حد عادي يعني وبس مش قادرين يحسنوا من هذه البيوت، تحسين البيوت دي محتاج ايه؟ بص احنا الفتره دي داخلين على حر شديد طبعا، خلاص خلص المطر والبرد، والله يكون في عونهم ما اعرفش هم عدوها ازاي او عاشوا ازاي بالطريقه زي ما انتم شايفين. الناس بتلتحف السماء وبتفترش الارض. بعد اذن حضراتكم احنا عايزين في الصيف دوت ننفذ 500 سقف. 500 سقف، مش هقول لك خرسانات، خشب، بلاستيك مشمع وعليه رئه خرسانيه. دي حاجه كويسه بالنسبه لهم، على الاقل بتعيش لها حوالي مثلا 20 30 سنه. ايوه تمام. عايزين فرش، محتاجين نفرش 500 بيت. مثلا كل بيت عايزين له مثلا دولابين على اربع سراير، على اي حاجه نرفعهم على الارض، على اساس ما تبقاش انت نايم وتلاقي تعبان معدي من جنبك ولا فار، نرفعهم شوي. عايزين نقفل الحاجات دي ونعمل الاسقف بتاعتها بسرعه. ارجوك يا جماعه، مش بقول لك اعمل انت السقف لوحدك، احنا عايزينك تشاركوا معايا. يعني بيت زي ده مثلا تخيل ان في ناس ساكنه فيه. ده عايز البيت ده يتهد ويتبنى، وناس دعوتها للسماء على طول ما شاء الله، ناس شاكره ربنا وحمده. احنا ربنا ساترنا وعايشين في بيوت كويسه، ما تيجي نشكر ربنا ونحمده ونساعد الناس دي. يا ريت يا جماعه دلوقتي ارفعوا السماعه، اتصلوا على 19038، ما تبخلوش علينا حتى بالاتصال، مش هتتبرع، ادعي لنا دعوه، بحيث ان احنا عايزين بقدر الامكان الناس دي نسترها. الفتره دي احنا هنركز قوي على صعيد مصر في الاسقف.
معايا بقدر الامكان شمال سيناء والجانب الاخر ده نشتغل عليه في الابار ومحطات تحليه المياه والمساجد الارهاب عملها فجرها. فانا محتاج بقدر الامكان نشتغل على الاس اوف دي. وما تنسوش كرتونه غذائيه. الناس اللي عايشه كده تفتكر ان عندهم اكل ياكلوه؟ يعني شايف المنظر اللي انتوا شايفينه ده حد عنده اكل؟ مستحيل. طب ايه رايكم بقى كمان ان احنا يعني الى جانب فرش البيت وعمل سقف ناخد كرتونه معانا؟ ليه ما نثبتش كل شهر 10,000 كرتونه غذائيه من اوسط مما تطعمون به اهليكم؟ انت ما بتحلفش كذب خالص؟ مفيش عندك كفاره يمين؟ مفيش عندك نذر عايز تعمله؟ انا كنت قاعده في مكان والناس بتحكي على الاسعار غليت قوي. تخيلي كيلو جبنه الامستردام ب 1000 جنيه، تخيلي الترابيزة اللي بنسهر فيها في الساحل بقت ب 50,000 جنيه. ترابيزة ايه؟ الترابيزة اللي بيخرجوا فيها فخمسين. قلت لها ففي ليفل في حتة مش حاسين بالناس دي، ومش عارفة ايه طبق الايه بقى ب 120 جنيه في خيارة وجزراية اللي هو بيخرجوا. فطبعا انا ايه بحس انه في شيء انا بسمع. قلت لهم انا لو سجلت لكم الكلام اللي انتوا بتقولوه ده وحطيته بس عندي، انتوا مش فاهمين انتوا في ايه؟ ايه ده؟ يعني ما ينفعش اصلا الكلام ده مش وارد. فلما وحضرتك بتعرض الحاجات دي وبتقول لي طب ما عندهمش اكل، انا بقى بستدعي الكلام اللي بسمعه في حته تانية خالص. فطبعا لا هنتحاسب في يعني فيما انفقته. ترابيزه تقل ب 50,000 جنيه اللي عايزين تروحوا تخرجوا فيها 50,000 دي تعيش عيله قد ايه؟ تعيش عيله قد ايه من الناس دي؟ ولا توضب لهم بيتهم ولا 50,000 جنيه في خروجه يا جماعه؟ ترابيزه ساعه يعني اول ساعه تخيل. وعشان كده انا بقول يا جماعه بص ربنا لما قال ولا ثم لا تسالون يومئذ عن النعيم. يعني الناس تستغرب هو نعيم ايه اللي كان ايام قريش؟ ما يعني لا تكييفات ولا امال ايه بقى دلوقتي؟ فربنا عز وجل بيخاطب فئه موجوده في كل الازمان. فانا بقول للناس دي عيش زي ما انت عاوز، بس خليك فاكر الناس دي. انت تسال على الناس دي. بص يا جماعه كل الاغنياء على مستوى العالم العربي والاسلامي هيتسال عن كل الفقراء على مستوى العالم العربي والاسلامي. عشان نبقى متفقين هنتسال عشان ايه؟ ويقول لك انا مالي يا عم دول فين؟ يقول لك من لم يهتم بامر المسلمين فليس منهم. فاحنا لازم نهتم. وبعدين انت اللي محتاج على فكره، اقسم بالله يا الراجل ده ما هو عايش ومزاجه حلو، هو عايش مأقلم نفسه. تعبان قرص وابروح ياخد الحقنه وخلاص، عايش على الرعب ده معايا. السلوك تلاقيها ماشيه كده معريه، ممكن حد يمسكها. عندنا حالات ماتت بسبب سلك كان معري، ما فيش هيعمل. فالناس دي مأقلمة نفسها، احنا اللي مش مأقلمين نفسنا. احنا اللي مش مأقلمين نفسنا. عشان كده ربنا بيقول لهم تقدموا لانفسكم من خير. ما قالش الفقراء والمساكين، قال لانفسكم. فربنا بيقول لك ساعد نفسك. شايف الناس دي؟ لو انت ساعدتهم انت ساعدت نفسك. فجماعه احنا محتاجين. ولو كان ربنا عز وجل ما كانش عايز ينجينا ما كانش خلق الفقراء والمساكين وقال لنا ساعدوهم. ده شوف يعني بص كلنا مذنبين، كلنا صحيح. عندنا ذنوب، كلنا مقصرين. تخيل لو انت ساعدت فقير ربنا يغفر لك ويشكرك ويدخلك الجنه. صحيح. فارجوكم يا جماعه يلا اللي ما اتصلش على 19038 اتفضل. ولازم نركز في يعني من اين اكتسبته وفيما انفقته. وانا بحط كده فلوسي في خروجه بتتكلف 50,000 جنيه، لا افكر مليون مره قبل ما احطها. طب ما احطها في حاجه تنفعني بقى. ما عند الله باق، يعني ما عندكم ينفد وما عند الله باق. خروجه وهتخلص وهتروح لحال سبيلها، انما لو فلوسها دي اتحطت في حاجه هي دي اللي باقيه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عماد عوض رئيس مجلس اداره جامعه البر والطاقه المصريه. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعه. اشوفكم على خير بكره باذن الله. سلام عليكم.